أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، من خاب ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إلى حصنكم سادتي. يا ليتنا يا ليتنا ندرك قائمكم فنفوز والله بذلك فوزا عظيما. قال النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله: يخرج من هذا الفج رجل يحشر على غير ملتي، فطلع معاوية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم بذكره الشرف والصلوات. لو تصفحنا التاريخ الإسلامي لوجدنا أن كل الأئمة سلام الله عليهم عانوا ما عانوا وجابه ما جابه من مراحل الاضطهاد، ولكن كل إمام معصوم كان يختلف عن الآخر بحيث نشر تعاليم الإسلام الحنيف، تعال الدين المحمدي الأصيل. اليوم إن شاء الله سنبين لكم وسنجعل هذا المجلس يخص الإمام الحسن الزكي عليه السلام، لأننا في واقع الحال لم نتعرض خلال هذا الشهر المبارك، شهر الحزن والألم والمصاب، إلى مظلومية الإمام الحسن سلام الله عليه. ولكن قبل أن نتعرض إلى مظلومية ذلك الإمام الهمام، ذلك الإمام المظلوم، علينا أن نكيف أنفسنا، علينا أن نجعل أئمة أهل البيت عليهم السلام هم قدوتنا وهم سادتنا وهم أدلاؤنا في طريقنا طريق الحق. علينا أن نأخذ من عبق وأريج الأئمة المعصومين عليهم السلام، علينا أن نتعلم من صبر وشجاعة الأئمة الأطهار، حتى نجعل عملنا خالصا لوجه الله تعالى وفي مرضات الله. فقبل أن نبدأ بالبحث، علينا أن نعطي مقدمة عن معاوية عليه اللعنة والعذاب. من هو معاوية؟ هذا الحديث المروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه يخرج من هذا الفج رجل يحشر على غير ملتي، أي على غير دين النبي، على غير ملة النبي صلى الله عليه وآله. من هذا الرجل؟ هو معاوية. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رأى في المنام أبا سفيان يركب حماراً، ومعاوية يقود ويزيد يسوق، فقال النبي صلى الله عليه وآله:
لعن الله الراكب والقائد والسائر. وعن أبي مرزة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذ سمعنا صوت غناء فيقول: تشرفنا منه، أي اقتربنا منه. وكانت هذه الحادثة قبل أن تحرم الخمر، فإذا بمعاوية وابن العاص أحدهما يجيب الآخر فيقول: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا الغناء سببه معاوية وابن العاص، فرفع النبي صلى الله عليه وآله يده إلى السماء قال: اللهم اركسهم في الفتنة ركسا، اللهم دعهم إلى النار دعا. هذه الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله تبين لنا وبوضوح أن معاوية خارج عن طبقة الإسلام، خارج عن تعاليم الإسلام، خارج عن الإسلام المحمدي الأصيل. لذلك واجه الإمام الحسن سلام الله عليه معاناة كبيرة أمام معاوية، لأن معاوية سبق أن وقف بوجه أمير المؤمنين عليهم السلام، سبق أنه كان ينال من أمير المؤمنين عليه السلام، والكل يعرف أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يلعن ويسب ويشتم على المنابر. لذلك معاوية ماذا عمد؟ جاء إلى الخطباء، إلى كتاب التاريخ، حرف التاريخ، حرف كل مناقب علي عليه السلام، كل مناقب التي تخص أمير المؤمنين سلام الله عليها جعلها، جعل هنالك مناقب له، بحيث أنه كان يشتم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان دائما ما يركز على هذه القضية، على قضية سب أمير المؤمنين أثناء خطب الجمعة وأثناء صلاة العيدين وأثناء المناسبات. كان يرفع يده في القنوت، ماذا كان يقول معاوية بحق أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ كان يقول: اللهم إن أبا تراب قد ألحد في دينك وحاد عن سبيلك، اللهم فعذبه عذابا أليما. هذا الكلام كان معاوية يقوله بحق أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن معاوية عمد إلى تغيير مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. لذلك ماذا يفعل أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه؟ عليه أن يتخذ موقفا صارما أمام معاوية الذي بدأ يحرف مبادئ الدين الإسلامي. إذن الأمة عندما نلاحظ أن الأمة إلى أي درجة من السفال وصلت، إلى أي درجة من الضياع وصلت، بحيث أن الأمة تترك تعاليم وأهداف وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وتتمسك بمعاوية. معاوية ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وآله. إذن ماذا فعل معاوية؟ ماذا غير معاوية؟ ما الذي يريد منه معاوية أن يفعله بالإسلام؟ لذلك الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه جهز الجيوش لمحاربة معاوية، ولكن أخوتي الأعزاء، كما تعلمون أن أهل الكوفة أهل غدر وشقاق، نفس أهل الكوفة الذين بايعوا وعاهدوا أمير المؤمنين سلام الله عليه نفسهم غدروا بالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ونفس أهل الكوفة الذين أعطوا العهود والمواثيق وبايعوا الإمام الحسين وأعطوا الرسائل وأعطوا الكتب وطلبوا من الإمام الحسين، نفس أهل الكوفة هم من قطع جسد الحسين،
هم من مثل بالحسين، هم من سبى ذرية الحسين وعائلية الحسين، هم نفس أهل الكوفة الذين أعطوا المواثيق والذين أعطوا العهود، سيقفون في آخر الزمان بوجه قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك عندما نرجع إلى التاريخ ونقرأ التاريخ بصورة جيدة، نجد أن أهل الكوفة سيخرجون على الإمام صاحب العصر والزمان ويقولون له: ارجع يا ابن فاطمة، ارجع يا ابن علي، لا حاجة لنا بك. لذلك الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ماذا فعل؟ جمع أهل الكوفة، خطب بأهل الكوفة، قال لهم إن معاوية قد دعانا لأمر ليس فيه عزة ولا نصفة، فإن أردتم الموت رددناه بضبات سيوفنا، وإن أردتم السلامة قبلنا ورضينا بالقبول والرضا. الإمام الحسن عليه السلام اختبر أصحابه، اختبر شيعته، وجد أن أهل الكوفة لا وفاء لهم ولا أمان لهم ولا ميثاق لهم ولا دين لهم. لذلك عندما أرسل أحد القادة من قبيلة كندة إلى مدينة الأنبار وجعله يعسكر في تلك المدينة، ماذا عمد هذا القائد الذي أرسله الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه؟ مباشرة معاوية أرسل الرسائل، منى ذلك القائد بولايات في الشام، أعطى له الأموال، غدر وخان بالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ب4000 فارس. لذلك عندما وصل الرسول إلى الإمام الحسن بأن هذا القائد قد خان وغدر، ماذا قال لأهل الكوفة؟ قال: أنا أعلم أنكم أصحاب غدر ومكر، قد خالفتم أبي وغدرتم بأبي، ولكن لإتمام الحج عليكم أرسل قائدا آخر من قبيلة مراد، أيضا هذا القائد تكلم معه الإمام الحسن وقال له أنك ستغدر بي. وبالفعل أيضا هذا القائد مع 4000 غدر بالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لذلك جمع الإمام الحسن جيشه وجمع مواليه وأرسل ابن عمه عبيد الله بن العباس، هذا قائد جيش الإمام الحسن، أرسله الإمام الحسن في 12000 فارس كلهم قراء فرسان. وعند وصول الخبر إلى معاوية، نحن نناقش الآن قضية أنه لماذا، ما هي الأسباب التي دعت الإمام الحسن إلى قبول الصلح مع معاوية، وما هو السبب الذي جعل معاوية يقبل الصلح، وما هو السبب الذي جعل من معاوية أنه لم يقتل الإمام الحسن في بادئ الأمر. هنالك أسباب لماذا الإمام الحسن قبل الصلح مع معاوية، ولماذا معاوية قبل الصلح مع الإمام الحسن. هنالك أسباب أحبتي، من جملة هذه الأسباب هذا عبيد الله بن العباس قائد جيش الإمام الحسن خان بالإمام الحسن ب1000 درهم أرسله معاوية له، مناه على ولاية في الشام، 8000 من جيش الإمام الحسن ذهبوا مع هذا القائد، تمزق جيش الإمام الحسن. لذلك من أهم الأسباب التي جعلت الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أن يقبل الصلح هو أولا أن جيش الإمام الحسن كان عبارة عن فئات متعددة وجهات متعددة، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن القادة والزعماء من بني أمية في جيش الإمام الحسن كانوا أصحاب مناصب، أصحاب يبحثون عن الواجهات، يبحثون عن المناصب الدنيوية، أمثال عبيد الله بن العباس وأمثال زياد بن أبيه. نقطة أخرى أيضا أن جيش الإمام الحسن كان جيش متعب،
لأنه مر بحروب عديدة، وهذه الحروب حروب النهروان وصفين والجمل، هذه الحروب أتعبت جيش الإمام الحسن. نقطة أخرى أيضا وجود الخوارج الذين يقول عنهم المغيرة بن شعبة أنهم ما دخلوا في مدينة أو ما دخلوا في قرية إلا وأفسدوها. وقضية الخوارج تعلمون أنهم كيف وقفوا بوجه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أنهم حاكوا المؤامرات حتى قتلوا أمير المؤمنين. وهؤلاء الخوارج يكفرون أي إنسان لم يعتقد بقضيتهم، ويبيحون الأعراض ويأخذون الأموال. جملة من جيش الإمام الحسن كان من الخوارج الذين كان معهم خلاف مع بني أمية. نقطة أخرى أيضا حصلت في جيش الإمام الحسن هو كثرة المشككين، وهؤلاء هم من الهمج الرعاء الذين يتبعون قادتهم ورؤساء قبائلهم، أمثال رئيس قبيلة ربيعة، هذا الذي خان الإمام الحسن مع 8,000 من عشيرته وبايع معاوية. أيضا عدم حصول جيش الإمام الحسن على الغنائم، وكثرة المشككين وكثرة المنافقين في جيش الإمام الحسن. ونقطة أخرى أيضا هو عدم وجود القواعد الشعبية المثقفة في جيش الإمام الحسن. ودائما أعزائي إخواني قضية الحق دائما يعني نلاحظ هذا الشيء، أنه تصاب بمجموعة من المنافقين في كل قضية حق، في كل قضية يراد منها رفعة الإسلام وعلو الإسلام والحفاظ على بيضة الإسلام، نجد أن في كل قضية يوجد بعض المنافقين، أمثال هؤلاء المشككين الذين كانوا في جيش الإمام الحسن، الذين كانوا يشككون بالإمام الحسن. هذه الأمور وهذه النقاط كلها جعلت، لأن الإمام الحسن كان يعلم بأن أهل الكوفة لا طاقة لهم بالحرب، كانوا يريدون أن يقبلوا بالصلح، ولكن سبحان الله يعني أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما قبل بالتحكيم ماذا حصل؟ لذلك لما الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه عقد تلك الاتفاقية، اتفاقية الصلح، طبعا الإمام معصوم، الإمام حجة، الإمام لا يخطأ ولا يسهو، ما يقوم بعمل وما يفعل بفعل إلا لأجل مصلحة، إلا لأجل هدف، وهذا الهدف هو الحفاظ على بيضة الإسلام، الحفاظ على تعاليم الإسلام الحقيقية، الحفاظ على الثلة المؤمنة، ثلة قليلة مؤمنة في جيش الإمام الحسن. أراد الإمام الحسن أن يحافظ على هذه الثلة، لأنه كان يعلم بأن أهل الكوفة أهل غد. لذلك لاحظ إلى الجراءة، إلى الجرأة، لاحظ إلى عدم الاحترام، عدم معرفة الإمام، أين الطاعة؟ يأتي شخص فيقول له يا مذل الشيعة. هؤلاء صحابة. لذلك الإمام الحسن صلوات الله وسلامه تعرض إلى 3 محاولات اغتيال، وهذه المحاولات هي بأمر معاوية، لأن جيش الإمام الحسن كان عبارة عن جواسيس، كان عبارة عن عملاء، متى ما أراد معاوية قتل الإمام الحسن كان يستطيع أن يقتل الإمام الحسن، ولكنه لا يريد قتل الإمام الحسن في هذه الفترة ولأسباب سنذكرها إن شاء الله. لذلك لما طعن الإمام الحسن في فخذه الأيمن
هذه المرة الأولى. المرة الثانية عندما أحاطت به عشيرة ربيعة وهمدان وأتاه سنان بن الجراح فضربه في فخذه الأيمن بخنجر. والمرة الثالثة في الصلاة عندما رماه أحد الأشخاص بسهم. ثلاث مرات، هذه ثلاث مرات، ثلاث محاولات للاغتيال هذا النهج الأموي الداعش التكفيري. اليوم نرى جذوره. ما يحصل الآن في عراقنا الحبيب، ما يحصل الآن في بلاد المسلمين من قتل ودمار وذبح وتفجير وتفخيخ هو نفس ذلك النهج الأموي الذي حاول القضاء على أهل البيت سلام الله عليهم. نهج تكفيري لا يهمه سوى الواجهة والمناصب، يكفر جميع الناس، يقتل جميع الناس، أما أن تعتقد به وأما أن يقتلك. هذا النهج التيمي، النهج الداعشي، النهج السلفي الكافر الذي عاث في بلاد المسلمين خرابا، جذوره مستمدة من النهج الأموي من معاوية، ويزيد عليهم اللعنة والعذاب. لذلك كان الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ينبه ويحذر شيعته أن معاوية لا وفاء له ولا عهد له، جملة من شيوخ العشائر ورؤساء القبائل بايعوا معاوية في السر وفي كتب ورسائل على أنه متى ما أراد معاوية يسلمون الحسن، أما أن يقتلون الإمام الحسن أو يسلمونه أو يأخذونه أسيراً. الإمام الحسن كان يعلم بهذه المؤامرات. معاوية ماذا عمد؟ أرسل هذه الكتب، أرسل هذه الرسائل، أرسل هذه الرسائل إلى الإمام الحسن حتى يبين للإمام الحسن أن هؤلاء الشيوخ، هؤلاء رؤساء القبائل هم معه. لذلك عندما مصلحة الإسلام تقتضي وهو إمام معصوم مفترض الطاعة وهو ريحانة رسول الله وهو القائل في حقه رسول الله جملة من الأحاديث، نرى ممن يحسب على الإمام الحسن يتهجم على الإمام الحسن. لذلك أخواني المرحلة التي عاشها الإمام الحسن، لو كان الإمام الحسن في مرحلة الإمام الحسين لفعل كما فعل الحسين عليه السلام، ولو كان الإمام الحسين في المرحلة التي عاشها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لفعل كما فعل الإمام الرضا. إذن أهل البيت سلام الله عليهم وحدة هدف وتعدد أدوار، كان الغاية من هذا العمل هو الحفاظ وهو العيش والحياة الكريمة الخالدة التي فيها رضا الله سبحانه وتعالى. الإمام الحسن ما فعل هذا الشيء إلا لأجل مصلحة للإسلام، إلا لأجل حقن دماء المسلمين. لذلك يأتي شخص فيتهجم على الإمام، يأتي شخص آخر يقول له كفرت كما كفر أبوك. هؤلاء يحسبون شيعة على الإمام الحسن، ويأتي شخص آخر فيرمي الإمام الحسن بسهم فيقول له يا مذل الشيعة، يا مذل المؤمنين، أذلت رقابنا. إذن ما حجم المظلومية، ما حجم الغصة والألم الذي كان يعانيه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه من شيعته، من المحسوبين عليه. كل هذه النقاط أحبتي هي التي دعت الإمام الحسن إلى أن يقبل الصلح، وإلا فإن الإمام الحسن كان مستعداً لقتال معاوية وكان واثقاً بالنصر ثقة منه بالله تعالى، لكن لخذلان أهل الكوفة، لتخاذل أهل الكوفة، لمكر وخديعة أهل الكوفة كان الإمام بلا ناصر بلا معين. لذلك كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يردد والله لوجدت أنصاراً لقاتلته ليلي ونهاري حتى يحكم الله بيني وبينه.
شخص ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وآله يترك، ولكن لقلة الناصر، لعدم وجود أنصار حقيقيين، لعدم وجود قواعد شعبية تفهم الإمام ومراد الإمام وغاية الإمام وهدف الإمام، وهذا واقعاً ما يحصل عند الأئمة سلام الله عليهم، أنهم يتعبون حتى يربوا تلك القواعد، حتى يربون قواعد وثلة مؤمنة تفهم أهداف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أهل الكوفة المنافقون الذين لا وفاء لهم ولا دين لهم، شيمتهم الغدر، ماذا سيقفون بوجه الإمام المهدي، الإمام الشريد الطريد الفريد، الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف، ماذا سيقولون الإمام؟ سيقولون له ارجع يا ابن فاطمة. ولكن أحبتي القضية هنا تختلف، قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه تتوقف بوجود الثلة المؤمنة الموحصة الكاملة. ذلك الرواية المروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام عندما يريد الخروج من كربلاء إلى النجف يخرج عليه 16,000 فقيه أو 70,000، هؤلاء سيبيدهم الإمام، سيقتلهم الإمام، لأنه لا وجود للمنافقين، لا وجود للمشككين، لا وجود للمرتابين في قضية الإمام وفي دولة الإمام. سيقتل كل منافق مرتاب، سيقتل كل مشكك، حتى تذكر الروايات أنه هنالك من يضرب قدام القائم فيضرب الإمام عنقه، فلا يبقى مختلفة أخواني مع الإمام صاحب العصر والزمان. لذلك هذه المظلوميات وهذه الثأرات وكل مظلومية وقعت على أهل البيت عليهم السلام سيأخذ بها الإمام صلوات الله وسلامه، سيحيي ذلك الدين، سيحيي تلك الأهداف التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. بقية الله في أرضه، الإمام صاحب العصر والزمان سيحيي تلك الأهداف، سيحيي تلك المبادئ والقيم. لذلك لعدم وجود الأنصار، لقلة الناصر، لخيانة وغدر ممن حسب أو يحسب على الإمام، قبل الإمام الصلح. بالمقابل لو رجعنا إلى معاوية وجيش معاوية، لأين أن معاوية يمتلك جيش هائل، جيش ذو قوة كبيرة، معاوية يعطي الأموال، يقرب بعض الخواص له، بعض أصحاب الكفاءات الذين يخلصون في عمله، في عملهم له. لذلك ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول لأهل الكوفة: ما لكم تفرقتم عن حقكم واجتمع أهل الشام على باطلهم. هؤلاء أهل الكوفة الذين قال بحقهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لقد ملأتم قلبي قيحا. يتفرقون عن الحق، والحق هو علي بن أبي طالب، ويجتمعون أهل الشام على باطلهم. لذلك مما يعرف عن جيش معاوية أنه جيش همجي، جيش جاهل، بحيث أنه كانوا لا يميزون بين الناقة والجمل، بل إن الشخص لا يعلم أحد أطرافه الأولى هذه أطول من هذه. جيش مطيع، ومعاوية عقد اتفاقيات مع ملك الروم من أجل القضاء على الإمام الحسن، لكنه لماذا لا يقتل الإمام الحسن؟ طبعاً لوجود أسباب. السبب الأول أن معاوية في بادي الأمر لم يقتل الإمام الحسن لأسباب. السبب الأول أن معاوية أراد أن يحسن صورته أمام الرأي العام،
باعتبار أن معاوية ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وآله، فعندما يقبل الصلح مع الإمام الحسن يعتبر هذا نقطة إيجابية لمعاوية، فأراد أن يكسب هذه النقطة، لأنه كان بإمكانه أن يقتل الإمام الحسن متى ما شاء ومتى ما أراد. النقطة الثانية التي جعلت من معاوية لا يريد قتل الإمام الحسن هو وجود جبهات وجهات وتيارات، ومن جملة هذه التيارات هي جبهة الخوارج الذين كانوا يكنون العداء لمعاوية. فمعاوية رأى أن وجود الإمام الحسن وبقاء الإمام الحسن هو خير دليل على أن الإمام الحسن يقمع هذه الحركات، لا تستطيع هذه الحركات أن تنهض بوجود الإمام الحسن، وأراد أيضاً أن يذل الإمام الحسن. لذلك لما أحس الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بغدر أهل الكوفة وبمكر أهل الكوفة وبعدم ولاء الكوفة له، رحل إلى المدينة، إلى مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا فعل معاوية؟ طبعاً معاوية لم يلتزم ببنود الصلح التي حدثت والتي وقع عليها مبعوث معاوية، كان من جملة الأمور أنه لا يكن بغائلة إلى الإمام الحسن والإمام الحسين، أنه يعمل بمبادئ دين الإسلام الحنيف ودين رسول الله صلى الله عليه والخلفاء الصالحين، أن الناس آمنون في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم، وأن شيعة علي بن أبي طالب آمنون في كل بلاد المسلمين، وأن معاوية لا يعهد بعهد إلى يزيد وإلى غير يزيد، جملة من الشروط وقع عليها معاوية. ولكن بعد فترة ماذا عمد معاوية؟ قال هذه المعاهدة وهذه معاهدة الصلح كلها تحت قدمي، نقض العهد لأنه لا عهد لمعاوية. لذلك الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لما أحس بعدم وفاء أهل الكوفة، عدم استعداد أهل الكوفة، رحل إلى مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. معاوية أحس بخطر الإمام الحسن. الإمام الحسن بعد رحيله من الكوفة بدأ ينشر تعاليم الدين الإسلامي، بدأ يثقف القواعد الشعبية، بدأ يهيئ الأرضية المناسبة، بدأ يفضح معاوية ومنهج معاوية وسلوك معاوية. لذلك أحس معاوية بالخطر، حس بأن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بأنه يشكل خطر، وأنه لا يستطيع أن يعهد إلى يزيد بوجود الإمام الحسن. بدأ معاوية يثقف ليزيد، لابنه يزيد، حتى يكون هو الخليفة وهو القائد وهو الحاكم. بوجود الإمام الحسن لا يستطيع معاوية أن يعهد إلى يزيد، لذلك حصلت 70 مرة الإمام الحسن يسم، 70 مرة يوضع السم للإمام الحسن، ولكنه لم تمضي فيه ولم تسري فيه إلا المرة الأخيرة. معاوية حاول قتل الإمام الحسن، سمى الإمام الحسن في 70 مرة، ولكن المرة الأخيرة هي التي أصابت الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الإمام الحسن كان يعلم بأنه مسموم مقتول لا محالة، أوصى أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، قال لهم: سمع رواية عن رسول الله، هذه الرواية ينقلها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول أن الإمام الحسن أوصى أهل بيته قال لهم: إني مسموم
قال له: من يسمك؟ قال: زوجتي جعدة بنت الأشعث. قال له: اخرجها من بيتك ولا تقربها إليك. قال: كيف أخرجها وهي لم تفعل شيء بعد؟ انظر إلى الرحمة، انظر إلى رحمة أهل البيت كيف كانوا يتعاملون مع الناس. ذلك يعني أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم بأن قاتله عبد الرحمن بن ملجم، وكان يعلم أن عبد الرحمن بن ملجم يخفي ذلك السيف الذي يضرب به هامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لكنه لم يخرج عبد الرحمن. الإمام الحسن كان يعلم أن قاتله زوجته، لذلك عندما قال له ابعدها قال: لا أبعدها وهي لم تفعل شيء، وإذا أبعدتها فلا يستطيع أحد أن يقتلني غيرها. ذلك معاوية عليه اللعنة والعذاب أرسل إلى جعدة بنت الأشعث زوجة الإمام الحسن، مناها وأعطاها الأموال وأعطاها العهود والمواثيق بأنها تكون زوجة ليزيد مقابل أن تسم الإمام الحسن. بعث برسالة إلى ملك الروم، طلب من ملك الروم سم قاتل، وملك الروم كان من ألد أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يعتبر بالإمام الحسن قائد ورمز وصرح، وهو المحامي والمحافظ على دين محمد صلى الله عليه وآله، لذلك أرسل إليه ذلك السم القاتل. مباشرة معاوية بعد وصول ذلك السم أرسل على جعدة فأعطاها ذلك السم. اللعينة وضعت ذلك السم في قدح من اللبن. لما عاد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه إلى البيت كان في يوم حار، كان الإمام صائم، فتناول شرب من ذلك اللبن، أحس بمرارة ذلك السم استرجع، قال لها: قتلتيني، قتلك الله يا عدوة الله. تغير لون الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بدأ جسم الإمام، وجه الإمام يتحول بين الحين والآخر، مرة يعطي لون أزرق ومرة أخضر، بدأ الإمام يلفظ كبده قطعة قطعة. ذلك دخل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه على الإمام الحسن، رأى أخيه يجود بنفسه، رآه يلفظ كبده، قال: من فعل بك هذا؟ قال: لا شأن لك. أوصى وصاياه إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قال له: يا أخي لا تسيل قطرة دم أو محجم الدم، فإن مت ادفني إلى جنب جدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن تكلم بكلام، قال: صدق جدي رسول الله عندما قال لي. قال: ماذا قال لك يا أخي؟ قال له: لما أسري بجدي رسول الله صلى الله عليه وآله مر على بيوت الصالحين والأولياء أصحاب الإيمان، رأى قصرين، أحدهما من الزبرجد الأخضر والآخر من الياقوت الأحمر، يقول: سأل النبي صلى الله عليه وآله جبرائيل عليه السلام، قال: لمن هذين القصرين؟ قال: هذان القصران لولداك الحسن والحسين. يقول النبي صلى الله عليه وآله استفهم، قال: لماذا هذا قصر أخضر وهذا قصر أحمر؟ يقول: سكت جبرائيل عليه السلام، ألح النبي على جبرائيل، قال: أما الأخضر فإن ولدك الحسن سيسقى بالسم وسيتغير لونه بين الأزرق والأخضر، وأما الأحمر فإن الحسين سيكون جسمه بالدماء الحمراء. لذلك ونحن نمر أخوتي في هذه الأيام، أيام مصاب الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، علينا أن نأخذ من قادتنا وأئمتنا وسادتنا وحماتنا، علينا أن نأخذ تلك المبادئ الإسلامية الحقيقية التي خرج من أجلها أهل البيت
حتى نكون زينا لهم، حتى نمهد الأرضية لبقية الله تعالى في أرضه. ما أحوجنا اليوم ونحن نرى حال بلدنا الحبيب العراق تمزق به الفتن، فعلينا أن نطيب نفوسنا، علينا أن نهذب أنفسنا، علينا أن نسلك مسلك الإيمان الحقيقي حتى نكون من أنصار قائم آل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، في هذه الأيام القديسة، في غربة الإمام الحسن، في لوعة الإمام الحسن، في مظلومية الإمام الحسن، إلا أن يعجل بفرج مولانا صاحب العصر والزمان، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وخدامه والمستشهدين بين يديه، وأن يفرج عن مولانا وقائدنا السيد الصرخي الحسني، وأن يفرج عن جميع المعتقلين في ربوع عراقنا الحبيب، وأن يحفظ عراقنا الجريح المظلوم من كيد الخائنين والمنافقين والعملاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شعبنا وأمتنا الإسلامية ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وإلى شرف النبي وأهله بيته الأطهار، وإلى كل من توفي على الولاية والإيمان، وإلى أرواح شهداء العراق، شهداء المبدأ والعقيدة، وإلى